كان هناك دفع من الخلف. سنشاهد بالعرض البطيء بطاقة صفراء للاعب سامبايو وركلة جزاء. نشاهد بالعرض البطيء اذا ركلة جزاء صحيحة لمنتخب اسكتلندا. مرة ثانية بالعرض البطيء. لمصلحة اللاعب جاليكر. وطفاريل يشير. ركلة جزاء. من سيتصدى لركلة الجزاء؟ سنشاهد اللاعب كولينز. جون كولينز لاعب فريق نادي موناكو الفرنسي. هذا هو جون كولينز صاحب خبرة كبيرة. جون كولينز وطفاريل. واتساع المرمى 7 أمتار و32 سنتي. وهدف التعادل. هدف التعادل لمنتخب اسكتلندا عن طريق اللاعب جون كولينز. يحرز الهدف التعادل من ركلة جزاء. ويسدد على يمين طفاريل. وهذا هو أول هدف لاسكتلندا في مرمى البرازيل منذ اللقاء الأول لهم. نشاهد بالعرض البطيء مرة ثانية الكرة التي تسدد على يمين الحارس طفاريل من اللاعب جون كولينز. وتصبح النتيجة الآن التعادل هدف لهدف بين البرازيل واسكتلندا. كان هناك مسلسل من الهجمات المتتالية للاسكتلنديين بعد أن تحسن الأداء وتركيز على الكرات العرضية التي شكلت خطورة واضحة.